منكم وإليكم والسلام عليكم منكم وإليكم والسلام عليكم. عفواً عذراً عذراً عفواً خبينا الكاميرا عنكم قربنا شوي منكم خبينا الكاميرا عنكم قربنا شوي منكم هجيناكم نغشناكم هجيناكم نغشناكم واخدنا الموقف منكم رجعنا التحكير مع فقرات طريفة وجديدة من برنامجكم منكم وإليكم والسلام عليكم. تيار باب المسروقات التي سرقها من السوبر ماركت يتحايل زياد على أجنبي يعين نفسه حارسا على هذه السوبر ماركت، فهل يفلح زياد في الخروج بالمسروقات؟ خلينا stand by, wait. أنا حرامي بدي أسوق بدي أطلع أنا بدي أطلع في باب ثاني من هني ما في عربي you wait ما في عربي yeah إذا ما في عربي خليني أطلع يطلع بدي أطلع أنا بدي أطلع ليه مصاري مصاري خليني أطلع بس go So, you speak English? You do. Can you ask this fellow what he's doing? He's just come in and filled a bag full of stuff and was going to take some money. Can you ask him what the hell he's doing? You Thomas. Huh? You Thomas. لا بس عم يسألني أنت. شوي هيك غلاب لبيت حماية أخذهم. بيعرفك يعني؟ لا لا ما بيعرفني حدا. طيب. يعني أخذهم هيك بدون ما حد يعرف. وبدي أطلع المطلوب مطلوبين لخطيب خاطب. لازميني في مجال what's he doing اليوم اللي بعد لي اليوم اللي بعد لي قد ما بده بعطيه مصاري اليوم يا أنا can you ask me what he's doing اليوم
قولي له حاكي انت حاكي بالانجليزي. طيب بطلع انا بس خليني يو ويت بس شوي. نو يو جو لك شوي بس اطلع يا دول. نو طيب ليش ليش Alright, who is this guy? I have no idea. Right, he's just come in and filled a shitload of stuff into this bag. I was in the drawer here. He stole them? Have given this money and offered me money to let him go. Oh my goodness. Alright. I'll call the officer. No, I'll call the officer. Well, you just hang on. I'll call the officer. I'll see you later. Just one moment. Let him enter? Yeah. يا ترى هل ينجح زياد في إقناع صاحب مطعم بتصريف جنيهات مزورة؟ هل ممكن أن يحدث هذا؟ خلونا نشوف مع بعض. تأكد لي 50 جنيه؟ مين ومين؟ أهلي وبريد محمد يا أهلي تم بان أربعة هلو؟ لا ما في دي بيع دي اثنين دي اثنين تمام دي اثنين خد إذا كنت عاوز لا بس مش هيكفي ها؟ بس دي اثنين دي دي 20 بس أنت بتعرفني شيء؟ نعم؟ أنت بتعرفني شيء؟ لا ما بعرف شباب يعني مشان إذا حدا سأل إنه حدا صرف منك ما صرف أي شيء ما بتعرفني عندي منها هيك كتير كل يوم بيطلع معي 100 وحدة بكرة إذا كان ممكن بكرة أنا إيه بس بدك دير بالك إذا كمشوها مشكلة ها مشكلة؟ لكن مو مزبوطة أنا على إيدي مصنعها أنا أيوة. وأبوي بالبيت طيب ماشي؟ تاخد هي خد 10 جنيه عشان لأنك مرقتين ولا بلا يلا لا هتعال لا خلاص قل له هاي أنا هلأ صرفتها منه لا مو مزبوطة مو مزبوطة أنا مو مزبوطة مساويهم يعني في منها عندي كتير أيوة عندي شي 2000 وحدة قل له بتصرفوا لي ياهن هون بالمطعم مين صاحب المحل؟ أنا هو ده صاحب المحل معناها أنت بتصرفهم يمشي الحال مزبوط وبتمشون على الزباين ليش مزبوط؟ لا مو مزبوط في ده المكتب بتاع تحت لا بلا ذكي مكتب أنا مراقب ما بقدر يعني صح عم يطلعوا فيه يكتب على البوليس وينه طب تجيلي أنت مثلا التحري ليكوك شفته؟ مين؟ التحري واقف قفا السيارة العربية دي لا 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 بيطل بلا انا انتبهت عليه عم بيلاحقني لا لا ما فيش حد ولا بلا عم بيلاحقني لا ولا تحر ولا حد خلاص انا همشي طب انت هتجيب امتى هتجيب امتى الفلوس معاك دلوقتي حاليا انا اسمي زياد المزوراتي اسمي زياد المزوراتي يعني اي شيء بزور لك يا انا ما بخلي حدا يمسكني استني بروح بنط من فوق السيارات اذا حدا بيمسكني لا ربنا يستر ربنا يستر بيني شوف كيف بيني مزوره لا ولا بين ولا حاجه بيني مزوره لا هاي بيني مزوره لا يا اخ بيني شيء هاي تفضل مو بيني بيني مزوره احنا هنعمل السياحه ليه بقى كمان مش عايزين حد يعرف حاجه عايزين حد يعرف معلش يلا جيبه تعال طيب انت عايز من دي ولا انت عايز تدينا من دي انا اخذت منه 50 جنيه خلاص واخذت ال 50 تبعي رايح السلام عليكم وصل معي 50 تين السلام عليكم عطاني 50 وراح لا هو يعني بوضع الامان يعني ايه خلص يلا يعطيكم العافيه ما تجيبوا له سيرلو راح عالهواره الهواره دبرها وما لا دباره هادي الكاميرا الخفيه بدها خفه وشطاره بتكون الكاميرا حبالك وانت مو اخد بالك متحركش بافضالك تعوا شوفوا يا نظاره عالهواره الهواره دبرها وما لا دباره هادي الكاميرا الخفيه بدها خفه وشطاره انت يلقاعد بالبيت برنامجنا اذا حبيت غني معنا شي كم بيت عن هالضحك واسراره عالهواره الهواره كبرها وما لا دباره هادي الكاميرا
الأميرة الخفية بدها خفة وشطارة. المطربة اللبنانية مارجو عسار وموقف كله ضحك بضحك. وانت بعيد تفضل حبيبي تفضل حبيبي أوعدك. أنا أنصحك نصيحة، يعني إذا كنت صحيا مو مرتاحة لا تعملي أي يعني أي شيء. أهم شيء يكون مقابل. هلا لا بيمشي بس حاسس صوتك في شيء. أنا إذا ما كنت ضايقة أجي مقابل عكس. لا طار الجيتار مو مدوزن مظبوط ومظبط مظبوط. يعني الحسن معك معزوفي وانت بتقلي اول شيء اذا الجيتار مدوزن ولا لا. تفضل. شفت شغلة، يعني يبدو أنت مو مرتاح. الصوت عن جد صوتك غريب. يعني بركة تكييف هون، يعني في شيء حس أنا صوت أقوى، في أصوات أقوى من هيك. ما في مايك يغطي صوتك. أنا بصرخ يعني؟ بدك؟ لا مو بصرخي، بدي أشوف قوة صوتك. أنا ما بدي المايك هو اللي يغطي. يعني حيرانة وحدي يا غريبة بليل الغان، حيرانة وخايفة عليك من نار البان، وغريبة حياتي يا حبيبي وانا رد. اهلا تفضل. شو وصلوا الشباب؟ وصلوا ها؟ في شي ضحك يعني؟ عن جد شباب ليش عم تضحكني؟ والله عن جد شبك عم تضحكني؟ في شي ضحك يعني؟ عارف أنا أسمع صوته دمزيد حسيت فيه يعني هيك سألني بدك تغني؟ طبعا كثير مهم إنك تسمعه صوتك، كثير صوتك حلو. تفضل هيك ترتاحوا أكثر. طيب بعد أنا ما مشكلة إيش مو معجد أنا جهزت يعني استعملت كم اليوم العلا يوم ما كتير كده والله في مجال عم نمزح معك وكانت معك الكاميرا الخفية. الهوارة كبرها وما لها دبارة، هادي الكاميرا الخفية بدها خفة وشطارة. المخرجة الأردني حسيب يوسف في أغرب لقاء صحفي مع الصحفيان جمال وزياد. جمال الذي لا يفرق بين المنوعات والممنوعات. تابعوا معنا. لا بعرف سيدي، مش مخرج للمنوعات فقط، على فكرة أنا سيدي بالدراما
بحدود 32 مسلسل درامي. سجلي عندك. لا يخرج للدراما؟ لا يخرج للدراما. شو لا يخرج للدراما؟ عم تقول مالي رصيد رصيدي في الدراما بحدود 32 مسلسل. المنوعات بالنسبة للأغاني شو؟ لا مش منو مش قصة أغاني، أنا في برامج منوعة بشكل عام، يعني في عندي في حدود 600 ساعة منوعات. عم تكتب يا جماعة؟ 6 ساعات منوعات. 600 ساعة. 600 ساعة؟ 600 ساعة مش 6 ساعات. عرف يعني القراء المجلة مين الأستاذ حسيب يوسف؟ تفضل. في ناس كثير بتسمع الأستاذ حسيب ما بتعرف شو أعماله. ما سألتنيش مين حسيب يوسف بالأصل. صحيح، مين حسيب يوسف بالأصل؟ حسيب يوسف سجل. ليش تكسيبه أستاذ؟ فيصل يا فيصل. نعم أستاذ. تفضل لحن حياتك. إيه؟ أستاذ حسيب يوسف. أستاذ حسيب يوسف بصراحة تزوج؟ متزوج. نعم. عندك أطفال؟ عندي ولدين طارق ويزن. عملت مخرج أول في تلفزيون الأردن ورئيس دائرة الإنتاج، ثم استقلت من التلفزيون الأردني. استقالة لما هم لا استقلت توب عندها ولا هفوها ولا التنفس حطه، لأنه بيهمني كثير تغطية الحدث. لا إله إلا الله. سؤال بلوة. تفضل وبين أستاذ. ممكن نسألك كم سؤال هيك أفا بعض جاوبنا عليهم؟ طب بعد يعني بسرعة بس فضل. بس بده يكون هون ببين الصراحة من اللي مو صراحة. عالم الصراحة. أولا شو بيوحي لك، شو بتوحي لك كلمة نجم؟ نجم بصراحة ضوء. شو بيوحي لك الضوء؟ نجم. شو بيوحي لك الضوء؟ ضحكة عريضة. سجل نقطة. شو بتوحي لك؟ عندي بعض الأسئلة أنا تلقيتها من الجمهور. شو بيوحي لك كلمة منوعات؟ منوعات شو بتو يعني شو بتعطيك جو؟ شو جو؟ فرفشة. جو فرفشة. لحظة، فر كم فاء هاي؟ ثلاثة. فر فاء فعيل. وأضاف الأستاذ حسيب يوسف بأن الفرفشة تعني الانبساط، والانبساط يعني المنوعات. وهيك شو بتعمل؟ شو بتعمله؟ يا ابني أنا بحكي شيء وأنت بتترجم لي شيء آخر؟ لا أستاذ، هذا الشيء بيطلع عن المجلة. عن الممنوعات. أي ممنوعات؟ المنوعات. لا سمعت ممنوعات. المنوعات. ممنوعات. أستاذ حسيب شو بيوحي لك الحب؟ الحب؟ كلمة طبعاً كبيرة، بس شو بتوحي لك بحياتك بعيداً عن الفن وال... الحياة. الحياة. الحب حياة. حب الوطن، حب الأرض. وقال حب الوطن. حب الأم، حب الأب، حب الأخ. وقال حب الحبيبة. حب الحبيبة، حب المال. خبطوني. وقال الأستاذ حبيبة. وقال الأستاذ حسيب يوسف. وقال الأستاذ حبيبة أنا معنا الحب. تعرف إني أنا مبسوط باللقاء، ما مر علي لقاءات من النوع، ولا هاي النوعية من الصحفيين، ولا هاي الصحفيين. بس تشوف. ولا هذا النوع من الأسئلة الحضرية العظيمة. أنت يعني إيه. ممكن بس يوقعنا الأستاذ. شو بدي أوقعنا؟ على نهاية. شو هو محضر بالشرطة هلا يا ابني؟ لا مقال مشان يحط توقيعه هو، لأنه مين بده يصدق إنه هذا الكلام. هذا وقاله. حاضر. وين كما يشوفك. هذه ليست أقوالي، وكل ما جاء بها وانت بخير غير صحيح. خذ هاي التوقيع يا سيدي الفاضل. مدت برنامجنا اليوم انتهت. منتأمل انكم تكونوا استمتعتوا بالفقرات يلي قدمنا لكم اياها. شكرا كثير لمتابعتكم ويسعد مساكم. منكم واليكم والسلام عليكم. منكم واليكم والسلام عليكم.
عفواً عذراً عذراً عفواً خبينا الكاميرا عنكم قربنا شوي منكم خبينا الكاميرا عنكم قربنا شوي منكم حكيناكم نغشناكم حكيناكم نغشناكم واخدنا الموقف منكم رجعنا التحكي لكم شئتم برهانا منكم فالصورة تحكي وزيادة الصورة منكم منكم وإليكم الصورة منكم